أكو واحد من الطلبة اسمه الشيخ محمد طه نجف، لعله كان هذا العالم قبل حوالي 80 عام تقريبا أو شوية أقل أو شوية أكثر. هذا عندما كان في بداية تحصيله العلمي ابتلي بمشاكل كثيرة، مشاكل متعددة، مشاكل كثيرة من الفقر والمرض والحاجة والمشاكل الأخرى. المهم هو كان متأثر من وضعه، ونقل في أحواله أنه ذهب إلى سامراء لزيارة الإمامين العسكريين صلوات الله وسلامه عليهما. ذهب ولكن ذهاب حقيقي، ذهب إلى الإمامين، وقف أمام الإمامين أمام المرقد المقدس وأخذ يحادثهم، يتكلم معهم، تكلم مع حي مو تكلم مع ميت. الإمام أمامه هالشكل، وأخذ يتلو قصيدة. من جملة أبيات هذه القصيدة خاطب الإمامين صلوات الله عليهما بقوله: يا أباة الضيم، ما هذا السكوت عن عبيد كاد بالهم يموت. بعدين خاطب الإمامين: أنا لا حصلت الدنيا ولا حصلت الآخرة، ما حصلت الآخرة لأن يدي قاصرة، يدي فارغة، ما عندي علم، ما عندي عمل، ما عندي شيء أقدمه للآخرة، والدنيا أيضا مرض وفقر وابتلاء وكذا. خاطب الإمامين ثم ذهب إلى البيت ونام. يقول: أنا كنت نايم وإذا بي أرى هاتفا في عالم الرؤيا يقول: ونريد أن نمن، فقط ونريد أن نمن. يقول: أنا استيقظت من المنام، فكرت يعني شنو هذه الكلمة، فإجى في بالي أن دعائي قد استجيب، وأن هذا الهاتف في المنام يريد أن يقرأ هذه الآية: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. يعني صحيح أنت الآن مستضعف، صحيح أنت الآن فقير، صحيح أنت الآن محتاج، ولكن نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يقول: هو استبشرت بهذه الكلمة، علمت أن كلمتي أثرت، احتملت أن كلمتي أثرت. يقول: إلى الصباح، أذن أذان الصبح المؤذن، أنا قمت وصليت صلاة الصبح. بعد صلاة الصبح وإذا بالباب يطرق، طالب علم عادي طرق الباب، فتحت الباب وإذا بي أواجه بآخر واحد يجي في بالي أول الصبح، الدنيا بين الظلام والبياض، من هذا على الباب؟ وإذا بي أرى آية الله العظمى السيد محمد حسن الشيرازي المجدد الكبير صاحب قضية التنباك، شفت أمام الباب واحدة أيضا. يقول: أنا ذهلت، تفضلوا سيدنا تفضل إلى الداخل. يقول: قعدت. يقول: هو أخذ يتفرس في وجهي، أخذ ينظر إلي، نظر إلي لحظة لحظتين، يقول إلى قريب 5 دقائق كان يتفرس في وجهي، وأنا متعجب أنه شنو هذه الزيارة، شنو هذا الوضع، شنو هذا التفرس. يقول: بعد ذلك قرأ هذه الآية: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يقول: بمجرد ما قرأ هذه الآية إجا المنام في ذهني، فتعجبت. هاي القضية ناقلها الشيخ أغا بزرق الطهراني رحمة الله عليه، من كبار علماء، أنا كاتب هاي القضية في كتابه. يقول: تعجبت أنه شنو الربط بين هاي الزيارة وبين تلك الرؤيا. تلميذ الشيخ محمد طه نجف يقول: أنت قلت كلمة للمجدد الكبير؟ قال: لا، أنا كل شيء ما قلت، أي شيء ما قلت، لا عن الزيارة لا عن المنام. حس المجدد الكبير طيف كان شايف أو أي شيء كان،
مو معلوم. يقول ثم بعد ذلك قام وذهب. من تلك اللحظة الله فتح عليه أبواب رحمته. هذا الطالب الضعيف المغمور وإذا به بعد فترة يصبح مرجعا عظيما من مراجع الطائفة. أن تسألوا العلماء الشيخ محمد طه نجف من كبار علمائنا، من كبار مراجع تقليدنا، وكان يلقب بشيخ الطائفة. شيخ الطائفة هو الشيخ الطوسي اللي كان قبل 1000 عام تقريبا، شيخ الطائفة الأول الشيخ الطوسي، وشيخ الطائفة الثاني الشيخ محمد طه نجف، من كبار علماء النجف الأشراف. ببركة هذا التوسل الإنسان إذا ذهب إلى بابهم، إذا توسل بهم، من أراد الله بدأ بكم. الإنسان يذهب إلى الله سبحانه وتعالى ولكن بوسيلتهم.